أيضا في موضوع آخر مشاهدينا، قاعدة إماراتية جديدة في مطار سقطرة، حيث كشفت وثيقة رسمية موافقة وزير في الحكومة اليمنية على إنشاء مهبط للطائرات العمودية في مطار أرخبيل سقطرة. وتظهر الوثيقة توجيه وزير النقل والمحسوب على المجلس الانتقالي عبد السلام حميد لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالسماح لمؤسسة خليفة الإماراتية بإنشاء مهبط وقاعدة خرسانية خاصة في مطار سقطرة للطائرات العمودية الإماراتية. نتابع. تفاعلات على هذا الموضوع، اخترنا لكم مأرب الورد والذي تفاعل قائلا: وزير النقل تابع للانتقالي يسمح لمؤسسة خليفة الإماراتية بإنشاء مهبط لطائراتها في مطار سقطرة. يرى المحامي عبد الرحمن برمان أن هذا مخالف للمادة 18 من الدستور اليمني التي تنص على أن عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون. أيضا هدى الصراري تفاعلت قائلة: السؤال الأهم، نعم، هل لدينا حكومة سوف تسأل الوزير على هذا الخرق وتصرف، أو مجلس للنواب يراقب ويسائل الحكومة كما ورد في الدستور كاختصاص أصيل للسلطة التشريعية، أم أن الكل يتغاضى ويدفن رأسه في التراب وكل مؤسسة تمرر خروقات للأخرى؟ عبد الرحمن الصامت أيضا تفاعل الانتقالي عندما شارك في الحكومة، أصر على وزارة النقل بإعازم الإمارات لكي يأخذوا راحتهم.